كل الولد بعده مشان اخذ مبلغ كله. ماني عم وزع اولادي على روحي. لك يا اخي مصاري ما معي، اذا ببيع اللي فوقي واللي تحتي ذهب وحده ما بتلاقي، والولد صار عندي، يعني هلا هو بعداد الاموال. يا اخي خلص سكر على السيره وانسى. ليك ولا شوي سكر على السيره وانسى؟ انت مفكر الشغله هيك بالساهي؟ اسمعوا لعي ما، انا الشغله الوحيده اللي قادر ساويها اني اطلع بروحك ودق بخوانيقك. تعرف ليه؟ لانه الجماعه بدهم يطلعوا بروحي ويدقوا بخوانيقي اذا ما كملت له المبلغ. بسم الله ما شاء الله. امتى بقى يا زهريه بدنا ناكل كراويه وتفرحينا بهالصبي؟ اي والله لعيشه احلى عيشه ولعيشك معاه احلى عيشه. الله يخلي لي اياك ابن عمي ولا يحرمني منك. بس من بعد اذنك كان بدي اسالك سؤال. ايه اسالي اسالي، خدي راحتك زهريه اسالي. يعني نحن صار لنا حصه متجوزين وانا لحد هلا ما بعرف انت شو بتشتغل. بتطلع طول الليل وما بترجع للصبح، وقت يلي بترجع بتنام طول النهار. يعني شو هالشغل عدم المؤاخذه يلي كله بالليل؟ خلصتي؟ الله يعطيك العافيه. شوفي، هو انا عم بشتغل حارس ليلي. حارس ليلي بقى هي الشغله بدها بتعرفي انت، سهر كل الليل ونوم كل النهار، لانه مستلم مخزن انا قمايش انا. ايوه بس لما سالنا عنك قالوا لنا انك عواطلي، وانت اول ما اجيت لعنا قلت لنا انك فاتح محل قماش. ايه هو انا كنت تاجر قماش مثل ما بتعرفي يعني. والله كان لي اسم بالسوق، بس بتعرف بقى التجارة ربح وخسارة. والله مرة من المرات خسرت فلست، ما ضل بجيبتي ولا قرش. شو بدي أعمل؟ شو بدك تعمل يا صخر؟ شو بدك تعمل يا صخر لحتى تدبر حالك؟ والله إلي رفيق تاجر قمايش كمان قديم، رحت لعنده شافني على هالحالة والله ما هنت عليه. قال لي خلاص بتشتغل عندي وبتقعد حارس ليلي. وصرت والله اروح لعنده على المخزن اقعد حارس كل الليل ونام كل هال. جو زهريه ان شاء الله وصلك الجواب. ايه ابن عمي ايه. شيلينا من هالسيره هلا وقولي لي بقى، امتى حتبصي لنا المحروس؟ فيها صخر افندي. على تزوجت ان شاء الله زواجه الدهر يا رب. لك اخي انت شو بدك مني؟ خلصني بقى، ما قلت لك انا 100 مره ما تيجي لهون على الحاره؟ حقك على راسي والله، بعرف انك حذرتني ونبهتني اني ما اجي على الحاره. انا اسف بعتذر. شو بدك من الاخر؟ رح تفضحني قدام الناس. ايه ليك ولا صخر، مو بس رح افضحك بين اهلك وناسك، رح اعملك عبره كمان. المصاري اللي خسرتها بالقمار بدك ترجعها. صبرت عليك كل هالفتره واخر شيء طلعت رايح تتزوج. لك شو انا عم بتجوز مشان اروح شهر عسل؟ ما انا عم بتجوز مشان رجع لكم مصاريكم، بس انتم طولوا بالكم علي شوي وراح ارجع كل شيء. كل شيء ماشي راح طول بالي، بس والله اذا ما بيندفعوا المصاري رأيت لك وما راح ازعل عليك، عم تفهم؟ ايه الله يسامحك يا صاري. لك شلون ما بتخبرني؟ شلون ما بتقلي انه اجاها الطلق؟ شلون؟ مرت عمي الله وكيلك ما عرفت شو بدي اعمل. بدي نادي لك ولا نادي للداية ولا ضل جم زهرية؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. شو الفايدة يا علي؟ شو الفايدة إذا الولد مات ما عاد فيك تغيري شيء؟ توبري طولي بالك، أنت نفسها ما بصير تعملي بحالك هيك، مشان الله لا تبكي دخيلك. إيه خلصنا زهرية، مثل ما عم تقول لك مرت عمي، ليش هيك عم تعملي بحالك؟ قضاء الله وقدره، لا حول ولا قوة إلا بالله. بعدين ان شاء الله هيك انتي بتصحي وبتقومي بالسلامه وبدل ولد بتجيبي 10 كمان. مين هي الدايه اللي جبتها؟ انا ما بعرفها. بعدين ليش ما خلتني اشوفها قبل ما تدفنه؟ هي ام صبحي، هي دايه بسوق الحميديه. انا جبتها خصوصي من هنيك، قلت لحالي يعني ما لقيت حارتنا، ما لقيت دايتنا، دايه تبع الحاره حارتنا ما لقيت رحت والله هي هذا. وبعدين انت حمدي ربك ما شاء الله هي امتي بالسلامه، بعدين ما في منها، هي معروفه بكل سوق الحميديه. ليك شو عملت؟ راحت دغري اخذت الصبي الله يرحمه ودفنته، ما بدها اياكي تفوقي تشوفيه وتتعلقي فيه. ولا عيمان؟ عليه صخر. بتكون مفكر حالك بتضحك علي ولا؟
اخذت الولا واعطيتني نص المبلغ، بدك تاكل علي نص الثاني يعني؟ يا اخي نحن اتفقنا على شيء واعطيتك اكثر من نصه، فخلص سكر على السيره. اساسا هي كل القصه محرزانه يعني. والله شيء حلو، اسمع على هالموال، اسمع القصه محرزانه، والله انت الحرزان. اسمع ولا انا كل القصه على بعضها عملتها، وكل الولد بعده مشان اخذ المبلغ كله. ماني عم وزع اولادي على روحي. لك يا اخي مصاري ما معي، اذا ببيع اللي فوقي واللي تحتي ذهب وحده ما بتلاقي، والولد صار عندي، يعني هلا هو بعداد الاموال. يا اخي خلص سكر على السيره وانسى. ليك ولا شوي سكر على السيره وانسى؟ انت مفكر الشغله هيك بالساهي؟ اسمعوا لعي ما، انا الشغله الوحيده اللي قادر ساويها اني اطلع بروحك ودق بخوانيقك. تعرف ليه؟ لانه الجماعه بدهم يطلعوا بروحي ويدقوا بخوانيقي اذا ما كملت لهم المبلغ. اسمعوا لا، قسما بالله العظيم معك يومين، يومين بس، والا بتشوفني داخل على بيتك وعم تسبح ببركه دمك واخذ الولد وطالع. يا فضه فضه انت هون؟ ايه نعم. شو يعني؟ لازم انا وانت والولد نترك البيت فورا. ليش بقى؟ لك شو ليش؟ لا يا ستي كمان نترك الحاره كلها احسن وامن لنا. من شو امن؟ شوفي شو صاير، فهمني. يا ستي هذا صخر واحد ابن حرام ومشراني ومو مصلي على النبي بنوم. قال شو؟ 30 ذهب اللي اخذهم ما عجبوه بده قدهم، وبصراحه انا بخاف منه لانه هو كثير ازعر وهددني انه يقتلني ويقتلك ويقتل الولد، تخيلي. لسا بده منك مصاري؟ ليش عم يهددك؟ لك ما هو عمل هيك واخذنا الولد منه بموافقته وارادته. ما هو انه هذا الولد امه ماتت وما عنده حدا يدير باله عليه؟ بصراحه يعني هذا الولد كنا بحاجته حتى يونسنا ويستنى بكبرتنا. ما بكفي رب العالمين مطعمنا اولاد بعد اسمه وكرمه. لك ما اعطيناه حلوان مرتب؟ يا ربي دخيله، ليش هيك عم يعمل؟ يا ستي هذا بده يعمل من الولد قصة ويضل عم يسحب مني لمصاري، لهيك لازم انا وانت والولد نضب اغراضنا ونطلع برات الحارة، صدقيني احسن. يا بضاي شايفك حامل حالك وماشي، فكرك يعني تهرب من هون وما تعطيني المصاري؟ انت ما لك شي عندي، الولد صار ابني واللي بيطلع بايدك اعمله. خلص يا اخي الله يخليك، ارضى باللي اخذته منك، والله العظيم ما معنا غيره. خلينا نروح نمشي بحال سبيلنا. الله يخليك. والله انا احب على قلبي يا اختي، احب على قلبي تمشوا بسبيلكم، بس القصه مو بايدي. امه قلبها ناطف عليه، بدها اياه، عم تدق عليه كل شوي وشوي، وانا بلا مؤاخذه اتفقت مع جوزك على مبلغ ما وصلني غير نصه، طلع جوزك ما بينمسك من كلامه. شو؟ امه بدها اياه؟ ليش امه عايشة؟ لك شو عايشة مو عايشة؟ هو عم يحكي هيك لأنه بده كمان مصاري، ما قلت لك؟ لا مو لأنه بدي كمان مصاري، أنا عم بحكي المضبوط يا ست فضة، وجوزك عماد بيعرف هالشي منيح. هذا الولد مرتي كانت حامل فيه من جوزها الأولاني اللي مات قبل ما أتجوزها، وأنا كنت قايل بس تولده ما رح ربي ولد مانو ابني، قلت لحالي بيعه وبستفد لي من حقه بقرشين، وعلى هذا الاساس يا ست فضه اتفقت مع هالكديس جوزك وعلى 50 ذهبه. قام الفهمان ما اعطاني منهم غير 30 ذهبه، ولهلا اللي معه 20 ذهبه ما وصلني منهم شيء. بقى الهيئه بلا مؤاخذه بدك تعطيني هالولد لرجعه لامه، وبلاهم ال 30 ذهبه بتسامحوني فيه. يعني الولد سرقه؟ دافعين حقه؟ أخذينه من حضن أمه؟ أنا اللي كنت مفكرة حالي عاملة خير؟ لا لا مستحيل مستحيل أرضى، عم تفهم؟ أنا مستحيل أعطيك الولد بعد ما وصلت اللقمة للتم. أنا من زمان كنت عم بحلم بشقفة ولد وهلا صار عندي، واللي بدك يا أعمله. يلا مالك عندي شي؟ قطعت لي قلبي والله. أنا فهمتك يا عماد أفندي، يا بيرجع الولد يا روحك بتطلع. بتطلع روحي يا بيرجع الولد.
أنا وهالولد. أنا مستحيل أحرم أم من ابنها. أنا بعرف شو يعني حرمان. أنا ما فيني أحرم أم من ضناها. دخيلك يا زهرية سامحيني. الله وكيلك ما كنت بعرف. من هيكني لما عرف جيت عم بحكي لك. أنا جوزي قتل جوزك بلحظة طمع وجشع. بس ليكن واحد راح على الحبس ومصيره الإعدام، والتاني صار تحت التراب، وكله بسبب جشعهم وطمعهم. باع ابني لك لهود وصل معه الطمع وقلة الضمير، وبكل دم بارد بكذب وبيقول لي انه مات. العمى لك الله لا يسامحه، ولك الله لا يرحمه، لك إلهي يصطفي فيه ولا يرحم فيه ولا عظمه. ليكي زهرية، أنا سألت عنك وتأكدت إنك أمه. أنا رح أعطيك إياه لأنك أنت الوحيدة يلي بتستاهلي. بس والله العظيم قلبي رح يطق على فراقه. زهرية الله يخليكم لبعض يا رب، وإن شاء الله بتفرحي فيه وبتشوفي أحلى شب بهالدنيا كلها يا تا. انتي ما في منك يا فضة، تركتي مصيبتك واجيتي مشان ترجعي لي. أقسم بالله ما بعرف شلون بدي أتشكر. أيمت ما بدك فيكي تجي وتشوفي الصغير، وأيمت ما بدك كمان فيكي تاخديه وتخليه عندك يوم واثنين وثلاثة. لأن يلي بيعمل مثلك والله بيتأمن على الروح. وبالنهاية يا زهرية، قد ما لفت الدنيا وقد ما دارت، ما بصح إلا الصحيح.